خلينا نبدا معاكم قعدتنا في صباح الخير يا مصر باولى فقراتنا وتذكره اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمه الوطني العراقي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. واكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافه جهود الراميه الى تعزيز الامن والاستقرار والتنميه. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من اجل استعراض مقترحات خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي 2024-2025. رئيس الوزراء اكد اهميه تعزيز التنميه الاقتصاديه وتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقياده النمو الاقتصادي في المرحله المقبله. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق ومساندتها لكافة جهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده اداما بيكتوغوا رئيس الجمعيه الوطنيه الايفواريه والوفد المرافق خلال زيارته الحاليه للقاهره، واعرب مدبولي عن تقديره لعلاقات الاخوه والتعاون اللي بتربط مصر وكوت ديفوار، كما اشار لتطلع الحكومه المصريه لتعزيز العلاقات الثنائيه والتعاون المشترك بين البلدين في كافه المجالات والاستمرار في البناء على نتائج زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ابيجان في ابريل 2019. امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار اللي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عجز في الأبصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللي نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وشددت على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، وتتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفعالية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها. وسريعا إلى جولة في أخبار المحافظات. في جامعة سوهاج تم تخصيص 2,700,000 جنيه من أجل تجهيز معامل كلية الصيدلة. أما في الفيوم فتم توزيع أكثر من 51,000 شجرة من أجل زرعتها في مختلف مراكز وقرى هذه المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100,000,000 شجرة. كمان في المنيا تم تقديم الخدمات العلاجية 8,000 مواطن مجانا خلال يناير اللي فات. أما في الإسماعيلية فتم غلق مزلقان الشهداء لمدة 10 أيام لأعمال التطوير. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في جامعة سوهاج تم تخصيص مبلغ 2,700,000 جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقاً للمواصفات العالمية لتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل. في الفيوم أعلنت المحافظة عن توزيع 51,500 شجرة مثمرة وغير مثمرة لمجالس المدن لغرسها بمختلف مراكز وقرى المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للتشجير 100,000,000 شجرة في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.
في الشرقية أعلنت المحافظة استمرار تنفيذ برنامج التدريب الحرفي لتدريب 30 شاب وفتاة لرفع جودة وتطوير المنتجات الفخارية ومنتجات الكليم بقريتي كفر المشهدي وكفر محمد جاويش، واللي بتنظمه إدارة السياحة والمتاحف بالتعاون مع إدارة التعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الشرقية. في القليوبية بتشهد جامعة بنها إقامة معرض الملابس الخيري السنوي للطلاب اللي نظمته الجامعة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، وده ضمن الأنشطة والفعاليات اللي بتقوم بيها الجامعة لمساندة ودعم الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، وبتضم المعروضات ما يقرب من 2500 قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والأحذية بأسعار رمزية. في المنيا أعلنت مديرية الصحة أنها قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة ل 8784 مواطن خلال شهر يناير الماضي بتكلفة بلغت 21,835,000 جنيه، وده في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع. في الإسماعيلية أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية عن غلق مزلقان الشهداء لمدة 10 أيام للعمل على رفع كفاءته، وده في إطار اتجاه الدولة لرفع كفاءة مزلقانات مصر وسرعة الانتهاء من تطويرها، وهيتم ده بداية من اليوم الأربع ولمدة 10 أيام على أن يكون الطريق البديل هو مزلقان شل. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الصحة أنه بيجري تنفيذ 8 قوافل طبية شهرياً بقرى الوادي الجديد لتقديم خدمتها لأكثر من 5000 حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان وإحالة الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات متخصصة، وبتحقق القوافل نجاح كبير في الكشف على المواطنين وسد العجز في جميع التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة. في الغربية أكدت المحافظة تكثيف أعمال التطوير بحديقة الأندلس، حيث إن الحديقة أغلقت أبوابها أمام الزائرين لتنفيذ خطة تطويرها ورفع كفاءة جميع خدمتها مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة على مساحة 5 أفدنة تقريباً، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت 95%، والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات.